من جديد مع لجنة فتح الطرق بمدينة تعز، وتحديدا بالمنفذ الشرقي عقبة منيب جولة القصر. وقد أتت اللجنة ومعها وكيل أول المحافظة لإزالة المخلفات والسواتر والأشجار التي غطت أجزاء من الشارع استعدادا لفتحه. الحقيقة أن أبناء تعز يتطلعون لفك الحصار وفتح هذا الخط حتى تلتحم الأسرة التعزية، حتى تستطيع البنت تخرج تزور أمها في المنطقة الأخرى الشطر الآخر من تعز، وحتى يخرج الولد ليزور والده. في الحقيقة الأسرة التعزية منقسمة، نص شطر هنا وشطر في الجهة الأخرى لدى الحوثيين، ونحن حقيقة منذ 5 سنوات محاصرين، والآن وعود الحوثيين أنهم سيقومون فتح الطرق، وأبلغونا أنه نبدأ بإزالة السواتر الترابية والقمائم وتجهيز الطرق لاستقبال فتح الخط. نحن نفذنا وعدنا، والآن نحن بنزيل كل المخلفات من هذا خط حوض الأشراف حتى يسمحوا لدخول الناس إلى داخل المدينة، إلى داخل مدينة تعز. بهذا العمل تريد السلطة المحلية إزالة كل لبس وإسكات كل لسان يتهمهم بالعرقلة أو التلكؤ بفتح الطريق أمام الناس كعمل إنساني لا يحتمل التأجيل أو المماطلة. كما ترون نزيل السواتر الترابية والمخلفات، نتمنى من الطرف الآخر أن يبادر بمبادرة مماثلة بتكليف فريق من لديه لنزع الألغام التي زرعها في هذه الممرات. نحن اليوم نعلن للعالم بأن محافظة تعز وأبناء تعز ليست لدينا أي موانع من فتح أي معبر يؤدي إلى فك الحصار في محافظة تعز، ونحن اليوم نعمل عمليا، وهذه رسالة عملية للجميع، للعالم وللجميع، بأننا جادون بفتح طريق عقبة منيف. نتمنى من الطرف الآخر أن يكون عند نفس الجدية. تقول لجنة فتح الطرق داخل مدينة تعز بأنهم اليوم أزالوا كل مبرر من جهتهم وينتظرون الوفاء من الجهة الأخرى. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.